السلام عليكم البنات، مرحبا بكم في مطبخ ام غالم. ان شاء الله البنات تكونوا بخير. كما كنتوا تشوفوا البنات، اليوم بغيت نشترككم معايا في لا كومونت عن هاليوم. كما كنتوا تشوفوا هنايا عندنا جينواز دومي بلا، هذه بوغ انيفيرسير. هذه لا كومونت عنها اليوم، ان شاء الله يا ربي تعجبكم. هنا هذا الطاخت اللي درتها اليوم، لو تام تاع ريال مدريد، على حسب ما طلبوني في لا كومونت تاعي. هاو شوفوا التزيين تاعها، ان شاء الله يا ربي تعجبكم. من بعد نحط لكم لا فيديو تاع لا ديكوراسيون، كيفاش ديكوريتها. راني سبق حضرت لكم لا جينواز، والمره الجايه نحط لكم الفيديو تاع لا ديكوراسيون. هنا عندي البنات كيما كتشوفوا هنا قريوش طفيره اللي كنت سبق حضرتها معاكم. ها وهنا راني هنايا دايره 1 كيلو على حسب الطلبيه تاعنا اليوم. عندنا مقروط المقله كيما كتشوفوا هنا راه معسل، هنا هاني 1 كيلو. وعندنا البنات هنايا كاطو سون كويسون بدون طهي. هنا اللي سبق حضرت لكم الوصفه تاعي راني حاطتها لكم، ولكن غيرت غير الشكل تاع السيليكون والتزيين. ها ودت هنا على شكل حبه تاع قهوه، وهذه هنايا هذا الموتيف كنت سبق حضرتها معاكم في عيد الفطر. ان شاء الله يا ربي تكون عجبتكم الوصف الانواع تاع الحلويات اللي درتها معكم اليوم. اللي عجبتها لا فيديو تاعنا اليوم ما تنساش دير جيم وتضغط على زر الاشتراك ليصلكم كل ما هو جديد. البنات تهلاو في رواحكم، نتلاقاو ان شاء الله في وصفه جديده او في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.